أحلى صباح. اتكلنا على الله يا كريم. ادخل تفضلي. انا صراحه انا بحب هاي يعني كل يوم لما تكون عندنا الكوتش علا انا صراحه بكيف. هي بس تجيك طاقه طاقه. تفضلي يا دايما اسوي لكم شيفت بالانرجي. طبعا بقول لك داومي يعني لو بتداومي داوم لو بتداومي يعني شوف بجاورك. كوتش سالت المستمعين سؤال شو هي الصفات اللي مستحيل تتقبلها بالاخر وبنفس الوقت اخذنا اتصالين اوكي وبدنا نشوف ليه هيدا السؤال مهم جاي وجاي تعلمينا شي اليوم. صح كلنا جاهز يا تايفي نتعلم. انا بدي اتعلم. يلا يلا شو حتجهزينا؟ المفاجاه الاولى انه الصفات اللي احنا رافضيها بالمقابل هي الصفات اللي احنا رافضيها بنفسنا. هات اعطيني كف. حتى هذا لو الانعكاس يعني حتى لو انت قلتي طب هاي الصفه ما مش موجوده فيا صح يعني مثلا اذا انت رافضه الكذب وانت من مو من نوع بتكذبي على الاخر ما معنى كلمه رفض؟ نحن حكينا قبل الرفض يعني بيوصلنا لمرحله الاستفزاز ولا انه ما بحبه بهذا الشخص بس اذا بتستفزني معناته هذا انعكاس لشيء انا بعمله مع حالي. ايه بالضبط يعني تولدت عندك مشاعر رفض مش انه انت في حاله حياديه. انا اوكي هو كذب سوت ما بيأثر لا عندك الموضوع. رفض يعني بس لما يكون عندي رفض معناته أنا رافضة هذا الجانب مني أنا حتى لو أنا ما كنت شخص كذاب مع الآخرين. طب شو معناته إذا أنا مني كذب ما بحب الكذب بكذب على نفسي. طب لحظة شوي ما إيش تكذب على نفسك ما بتصدق مشاعرك أو إحساسك صح. بتكذب حالك هاي واحدة من الإكزامبلز. أعطينا إكزامبلز مثلا يعني مثلا أنا ما بحب الظالم مثلا أنا وطفلة كذبت وأهلي عاقبوني على هاي الكذبة فردت فعلك صارت كطفل بأنه هذا الشيء غلط ما المفروض يكون وممكن إذا أكذب راح أتعاقب وما راح يحبوني أهلي صح. فبالتالي إحنا حكمنا على الكذب بأنه هو شيء سيء وما ممكن أكونه ما ممكن أطلع هذا الجانب مني أوكي؟ فهذا الجانب مثل ما نعرف إحنا عبارة عن طاقة وكل هذه الصفات موجودة في داخلنا بس الصفة اللي احنا نرفضها كأنه راح تنفصل طاقيا فتصير نسخة مرفوضة وخايفة وتختل بالظلام اللي احنا نسميه الشادو سايد او الجانب الظل من عندنا هي ستيل موجودة في داخلي لكن انا رافضتها وحاطتها كأنه في صندوق مغلق بس عم مرسه ما المفروض انه تكذبين اوكي فهي اوريدي موجوده وده تحاول انه تثبت نفسها ومرات تطلع عن طريق تكذيب الذات تكذيب المشاعر اتذكر مره واحده قالت لي كيف انا كل شيء العلاقات انعكاسات وانا في علاقه مع واحد 10 سنين بالاخير طلع انه هو كذاب من البدايه وانا مو من نوع اكذب قلت لها كم مره كذبتي مشاعرك بانه هو مش صادق هو مش الشخص المناسب لك وكملتي معه فقالت لي صح اوكي احنا نكون حاسين بس بنكذب حالنا فهي هاي الصفه موجوده في داخلنا لكن احنا راضيها ومنحاول نبينها وبالتالي راح نرفضها بالاخرين فبهاي الطريقه راح نستغل هذا الرفض اللي عندنا للاخر بانه نعرف الاشياء اللي احنا راضيها بنفسنا وراح اعلمكم تمرين اليوم شلون نتقبل الذات حلو بعد الفاصل بعد الفاصل من كف المشوار وقبل التمرين كوتش علا قلنا أي شيء أو إحساس أو سوري صفة رافضها بالآخر هذه انعكاس لشيء نرفض في الداخل نرفض بالداخل فنستغل هذه المواقف حتى نعرف شنو الأشياء اللي احنا رافضيها بنفسنا وبالتالي حتى نتقبلها نوصل إلى خلينا ناخد كمان مثلا طيفي كمثال طيفي كمثال وفي اتصالين إجوا هلأ بشوي هم قالوا صفة عدم المبالاة وصفة الكبر أو التعجرف فمعناته شوفان الحال مثل ما قلنا احنا نملك كل هذه الصفات يعني انا ما اقدر اقول انه لا انا مو شخص ما عندي تكبر اكيد عندي يطلع احيانا صح؟ لا تكذب على حالك اكيد عندك فاكون لما انا رافضة هذه الصفة بنفسي بالتالي ما اسمح لها تطلع بس هي موجودة بس شوفها بالاخر اكزاكتلي طيب فرح ناخذك انت مثال شنو الصفة اللي انت رافضها بنفسك بنفسي؟ او بالاخر خلينا نحكي عن الاخر مش نفسي اوكي بعدين حنجيب نفسك انا ما بحب انه ما شاء الله اذا انت كنت شاطر بشغلك أوكي. ووصلت مراحل ومقامات في حياتك كتير عاليه ما تشوف حالك على الناس
خليك على الأرض، خليك معنا، انزل خليك معنا، امشي معنا، ما تتكبر، ما تشوف حالك، عشان صراحة مش إشي حلو. الناس لما يشوفوا إنه واحد متكبر عماله بيشوف حاله على العالم والناس، أنت ما عم بتسوي لإلك قيمة على فكرة. بس بحب أحكي لك، أنت عمالك بتحط حالك فوق العالم والناس اللي هم حبايبك وصحابك. أوكي. انزل على الأرض، خليك معنا وكن متواضع. نحن سألناك شو الصفة، ما قلنا لك وجه رسالة. التكبر. صفة التكبر. بس في صفة تانية كتاب قلت لنا إياها تحت الهواء، أولى واعترف بسرعة يلا عشان الوقت. لا أنت حكي لي إياها، إيش هي؟ أنا حكيت لك إياها، إيش هي؟ أنت بتذكريتها؟ عدم الالتزام. عدم الالتزام وعدم التقدير للآخر. قدر. يعني ما تقول مثلا انت تقدر وانت بتطلع ما بتقدر، صح؟ exactly. ايه؟ بتقدر تسوي هذا الاشي سويه، بس انه لازم تكون عارف نفسك انك عارف تسويه. بس اذا بتيجي بتحكي لي انا بسوي وانا بعمل، يا ابن الحلال اسكت. اذا ما بتعرف تسوي هذا الاشي، هذا عالجي بليز. هذا اللي اسمه انه ابو العليم، تعرفي ابو العليم؟ جوجل. ايه؟ جوجل اللي هو مفكر حاله عارف كل شيء وما بيعرف اي شيء. هذا انا ما بحب. لا واضح انه في كثير عالم بتستفزه لطيفه، شو بتقولي له؟ هلا بالتالي انت لما تقعد تستشعر مع حالك بتلاقي فعلا انه فيك جوانب فيها من هذه الصفات، صح؟ بس انت رافضها بنفسك. خليها تكفي. طيب استنى بس بس لحظه شوي. انا الصراحه اذا في شيء بعرف اسويه وعن جد بعرف اسويه بحكي بس انه بسويه. بس اذا في شيء انا ما بعرف بحكي من اول، سوري منك بعرفش اسوي هذا الشيء، او بتعلمه وبرجع بحكي انه اوكي اي كان دو ات. ايه مو بالضروره انه انت كيف عم تتعامل مع الاخرين، بس مع نفسك. انا مع نفسي عندي قصص. اكزاكتلي. فالتمرين اللي راح ناخذه اليوم راح نكتب، خلينا نقول كل يوم نكتب صفه فينا انه احنا نكون رافضيها. نكتب صفه رافضينها. نكتب صفه احنا رافضينها. صفه رافضينها والله. اوكي. بس بدي جريده انا اكتب زي. اوكي يلا بدي اشوف الدفتر بكره. بعدين راح نكتب كل الافكار اللي راح تظهر اللي هي ممكن تكون يعني تشعرنا شعور أفضل لوجود هذه الصفة، أو شنو الإيجابيات من وجود هذه الصفة. أوكي. كل الأفكار اللي راح تظهر. يعني مثلا أعطيكم مثال. إذا أكتب أنه أنا شخص حساس، بتحسس كتير من كلام الناس مثلا. أوكي. أكتب هاي الصفة أنه أنا رافضة شخصيتي الحساسة. بعدين راح أكتب تحتها كل الأفكار اللي ممكن تطلع. طب شنو فوائد هذه الصفة؟ ممكن انه كوني شخص حساس بالتالي اني راح احس بالمقابل، راح اقدر انه انطيهم حريتهم انه هم ايضا يكونوا متقلبين المزاج. ممكن انه انا راح استشعر الطاقة. ممكن انه راح اسمح ايضا لغيري بانه يكون كما هو، يعبر عن مشاعره وقت ما يحب. فهذه الاشياء الصفات الإيجابية من الحساسية. فنفس الشيء نطبقها على الأشياء اللي احنا رافضيها في نفسنا. نكتب الصفة اللي احنا رافضيها، بعدين نكتب شنو ممكن تكون فوائدها. سيسي ما تطلع علي. كتب عدم الالتزام. كتب انا ملتزم. هي انا ملتزم. خلينا نقول مثلا صفة موني. موني بقول لك هو ملتزم. والله ما بحب اللي ما بيلتزم. عاد عائل حسن ما احطك بالزاويه. اوكي. هاي صفه الالتزام بالمناسبه. اذا انت تعتبر نفسك انه شخص غير ملتزم. اوكي. شنو فوائد هذه الصفه؟ مريح بالك. اكزاكتلي. انه انت مريح بالك، انت حر. صحيح. انت مو حاصر نفسك بمثلا جدول زمني. صحيح. فكل هذه الأشياء هي أشياء إيجابية لوجود هذه الصفة. بالمناسبة لو ما كان في سبب إيجابي ما كان انوجدت أصلا، لأنه كل شيء موجود في حياتنا إحنا نعتقد باللاواعي أنه هو موجود في صالحنا. سوري بس سؤال، وإلا ما كان انوجد. سؤال حيودينا في 60 دقيقة. عنا وقت. يلا عنا وقت ولا ما عنا وقت؟ اختميلي إياها. فبالتالي نستغل الصفات اللي إحنا رافضيها في الآخرين لمعرفة الذات أكثر، والأشياء اللي إحنا رافضيها في نفسنا نطلعها، نكتبها، نكتب شنو فوائدها، وبالتالي نصل إلى تقبل كامل للذات. لما راح نتقبل ذاتنا راح نتقبل كل الناس. بس بدك إشي سيسي؟ بدي أروح أتقبل نفسي. طلع برا. أتقبل نفسي وأتقبل الناس. استغفر الله.
بعرف بعرف ما فهمتوا شيء بعرف اينو رح ارجع بعد الفاصل استني شوي بعد الفاصل ايش خلينا نفهم خلينا الاخ نفهم شيء الله يسامحك لا اصله انا عايز اضيف طيب يا حبيبي بعد الفاصل المستمعين انا بعرف شو حسيت بالمستمعين بعد الفاصل رح اعطيكم الزبده مع الكوتش اقعد بالزاويه انت اطلع وعدكم أعطيكم الزبدة هلأ مع الكوتش علا بآخر كلمة آخر حديث تمرين الأخير تتعرف أنه أي شخصية أمامك طبعها بيستفزك بيزعجك معناته هو انعكاس لشي فيك أنت بتمنعه أو بتحرمه من حالك أو أوريدي بتتصرف فيه مع حالك مثل الكذب بتكذب على حالك بتكذب إحساسك مثل الالتزام في بعض الأمور جواتك أنت مع حالك ما بتلتزم إذا ما بتحب الالتزام بتكره الظلم أو بيستفزك أو بترفض الظلم عند الآخرين أنت بتظلم نفسك أنت بتتعامل بهاي الطريقة مع نفسك صح. تمريننا كوتش قلتي نكتب كل تمريننا نكتب الصفة اللي احنا راضيها بنفسنا أو بالآخر بعدين تحتها نكتب كل الأفكار اللي ممكن تكون أسباب إيجابية لوجود هذه الصفة يعني ننطي مثال أنا رافضة صفتي الكسولة أكتب تحتها شنو ممكن تكون الأشياء الإيجابية لوجود هذا الجانب إنه أكون مريحة ما أكون ضاغطة نفسي أكون حرة ما متقيدة بزمن إلى آخره فنكتب الصفة اللي رافضيها تحتها نكتب كل الأسباب الإيجابية لوجود هذه الصفة هذا الشيء راح يساعدني بأني أتقبل هذه الصفة في نفسي وطالما تقبلتها في نفسي راح أقدر أتقبلها في الآخر جميل وصلت وصلت تمام. وصلت ننتقل نحن وياكم كوتش نذكر بحسابك بليز كوتش أندرسكور على ULA جميل جدا أما تكنولوجيا بعنوان تكنولوجيا اليوم معك أنت عندي شو عنوانها؟ عنوانها أوف كتير في عنوان لا 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 خليني أحكيها عنوان مع نفسي في كتير نقاط في كتير نقاط لو سمحت سيبيلي هذا الموضوع بس خلق اليوم هايبر اليوم هايبر الصراحة مبسوط منشكح